الأعزاء أكيد رجعنا لكم من جديد في برنامج صباح الخير. راح نقف بالتأكيد على إحصائيات حديثة نشرت قبل يومين تتعلق بالهواتف الذكية في فلسطين، إذ أشارت الإحصائيات والأرقام إلى أنه حوالي 97% من الأسر الفلسطينية تمتلك هواتف ذكية في منازلها. نعم، بدنا نشوف ونوقف عند هاي الإحصائية المخيفة صراحة برقمها. بدنا نشوف مدى تأثيرها سواء سلبا سواء إيجابا. بدنا نشوف تأثيرها بيختلف على فئة عمرية معينة مختلفة عن عمر ممكن أكبر من العمر اللي بنحكي عنه. وبدنا نشوف كمان قطع الكهرباء إله دور بهاي وأثر عليها صراحة الموضوع، لأنه لما تقطع الكهرباء بيصير في كوركشن بالبيت وفي بتعرفوا على بعضهم البعض. للتفاصيل أكثر ينضم إلينا خبير التنمية البشرية الدكتور محمد بشارات، اللي بيسعدنا تواجدك ويسعد صباحك دكتور. صباحك خالد، صباحكم جميعا يعني. الله يسعد صباح اهلنا بطول الكرم الكرام والاحبه اللي دائما انا عزيزين عليه بصراحه. الله يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يعني بدايه لما بنحكي دكتور محمد، يعني احصائيه مخيفه بهذا العدد، يعني لو حكينا بدنا نفسر هذا الرقم المخيف، ايش ممكن نفسره؟ ليش سميته مخيف يعني؟ لانه كبير. يعني خلينا نقول اول شيء احنا رايحين للتكنولوجيا ابتداء حتى الناس تاخذ الموضوع بشكل ايجابي ابتداء. احنا رايحين للتكنولوجيا وهذا شيء تحصيل حاصل وسبق قبل سنوات لما كنا في مقابله على تلفزيون الفجر حكينا انه الناس ستتجه للتكنولوجيا، ولكن الاشكاليه اللي تفضلت فيها والخطوره انه حجم الانزلاق في موضوع الامتلاك واليات التعامل مع هذه الاجهزه هو الخطر. يعني احنا مش مشكلتنا بالامتلاك، يعني حتى ما يزعلوش الشركات ويصيروا لك لا، احنا مع الامتلاك ومع التكنولوجيا ومع التطوير، ولكن الاشكاليه الاخطر اللي هو اليات الاستخدام اللي بتصير من خلال البيوت. وتفضل خالد يعني بممازحه بس هي حقيقه، لما تطفي الكهرباء بيعرفوا بعض. نعم، لأن اليوم اصبحت العلاقات تذهب الى هذا، العلاقات التي تنفصل. الان انت بتلاقي الطلاب صغار ما بيعرفوا يحكوا، لغه الاتصال عندهم ضعيفه، نمو الذكاء المتعلق في الذكاء الاتصالي والذكاء اللغوي ضعيف جدا. عندنا احنا بدات حالات تظهر حالات التوحد، وهي كانت بالنسبه لنا قديما ما كان نسمح بهذا الشيء. بدا عندنا يظهر حالات نفسيه، اضطرابات نفسيه جديده، امراض نفسيه جديده من بينها النوموفوبيا اللي هو احد الامراض النفسيه المتعلق بحاله الهلع في حال نزع الجهاز. يعني اليوم في اطفال اذا بتنزع منه الجهاز يصاب بحاله هلع وصراخ واعتداء، هذا اسمه اضطراب نفسي مرضي اسمه نوموفوبيا، وهذه امراض ما كنا نسمع فيها. الاشكاليه الكبيره في اليات الاستخدام، الارقام نعم صادمه، لانه احنا للاسف الشديد في مجتمعاتنا العربيه بشكل كبير لا نحسن الاستخدام، لا سيما انه في ارقام اخرى ما ظهرت لسه في الاحصائيه وهي اليات الاستخدام اللي هي موجوده اليوم على الجوجل. لما نطلع على النطاق العربي وحتى النطاق الفلسطيني، لما بنيجي بنقول احنا مثلا 73% من الملفات التي يتم التواصل بين المراهقين هي ملفات اباحيه، وهذا خطر شديد. لما نيجي نقول 56% هي محاولات احتيال من خلال الاجهزه الذكيه في اعمار 12 ل16 سنه. لما نيجي نقول في عمر 8 سنوات اللي بيستخدموا الاجهزه الذكيه لعمر 18 سنه، بنحكي على فتره 10 سنوات، هناك حالات الاحتيال، التمويه، الاعتداء، الابتزاز اللي بيمارسوها الابناء، وهذا خطر. طب دكتور، هذا راح نفوت في المظاهر السلبيه اكثر، بس فعليا اوكي الموضوع ما جاش انه الرقم بالنسبه لفلسطين او حتى لدول العالم ما نزلش الرقم مباشره 1,700,000 جهاز مره واحده، كان على دفعات واتسعت هذه الرقعه. اثناء هذا الاتساع على من وقعت مسؤوليه المحافظه على اوجه الاستخدام السليم؟ وصار القصور نتيجة القضايا اللي بنعيشها حاليا. أحكي لك بصراحة، هذا الموضوع احنا مهتمين فيه من سنوات، وبتواصلنا مثلا بعلاقاتنا مع وزارة الاتصالات، بعلاقاتنا مع الشركات ذات العلاقة، وحتى أيضا بالمؤسسات المجتمع المحلي. المسؤولية الجماعية أنا بعتقد، والمسؤولية الجماعية خالد، لأنه الموضوع مفترض فيه أنه احنا كلنا الوقاية دائما في التعامل مع هذه المظاهر. لكن للأسف الشديد، وهي ظاهرتنا العربية للأسف، أنه احنا بعد ما وقع الفاس في الرأس بنيجي بنعالج. احنا ما بنشتغل على الوقايه، احنا بنشتغل على الطوارئ، احنا بنشتغل على الازمات. لو بنشتغل على الوقايه والاعداد قبل كان احسننا التعامل مع هذا الموقف، هذا الضرب. واحنا ما عندنا مداعيد، مره ثانيه حتى الناس تفهمنا، احنا ما عندنا مشكله في هذه التكنولوجيا، لكن الاشكاليه اليات الاستخدام. احنا اليوم مثلا في الدراسات الصحيه النفسيه لما يجوا ممنوع اطفال 3 سنوات ل5 سنوات يمسك جهاز، ممنوع ممنوع. بتلاقي الام مبسوطه ومكيفه، والله معها جهاز، بلت هي. هذا ثمن الجهاز، ال1000 ولا ال500 بتدفعه وبتنبسط مشان ياخذ هذا الوقت، لكن ستدفع دموع ودماء
وآلام وكل أموالها مشان تعالج هذا الطفل، لأنه سيحدث عنده إشكاليات فيما بعد لن يحسن علاجها الزمن ولا يحسن علاجها الدواء، لأن الموضوع أنا بدي أخلص من هذه الحالة. هذه الإشكالية إشكالية كبيرة جدا. اليوم إحنا كنا قبل فترة في ندوة، وكان السؤال الموجه لوزارة الاتصالات، وكان سعادة الوزير الموجود، ما هي الأدوات التي توضع؟ يضعوا قوانين، لكن هل إحنا بنستطيع نثبت هذه القوانين بالمطلق؟ لأنه أنت ما تنسى أنه في احتلال، ما تنسى أنه في آليات للترويج بشكل كبير، ما تنزل في شركات منافسة مستعدة تنزل الجهاز ومع أنه مشكلة. إحنا عندنا إشكاليات حتى الاستخدامات الطاقة اللي موجودة، الموجات اللي بتكون بين الأجهزة، هذه كلها الأشياء ما تم نقاشها، وهي كمان قضايا خطيرة. أنا كنت في لقاء مع طبيب فلسطيني بيشتغل في الأعصاب في الصين، إجا على فلسطين وعملنا ندوة مع طلاب الجامعات وخصوصا جامعة القدس المفتوحة. نعم. هو تحدث بدراسة في الصين إنه الإشعاع اللي بيتم تناقل بين هذه الأجهزة الذكية هو مسبب رئيس في السرطان، لكن الشركات ما مستعدة تحكي عن هذا الكلام، لأنه الكلام خطير، تحكي عن كلام ممكن يقطع عملهم بالنسبة لهم. زي بالضبط راح تيجي تقول طب ليه مش مانعينه؟ زي مش مانعين الدخان، زي مش مانعين أشياء كثيرة بتدمر المجتمع ومش ممنوع، لأنه في النهاية للأسف الاقتصاد لما يدخل في العالم بيحكم الموضوع، بيحكم الموضوع، والمال لما يتحكم بنسى الصحة وبنسى الإنسان. هاي جزئية عالمية بشكل عام. لكن في عندنا إشكالية الثقافة، إشكالية الثقافة عندنا مشكلة كبيرة جدا. اليوم بطلوا الناس يهدوا الطلاب التوجيه ونوجه لهم تحية وألف مبارك، يهدوهم كنا زمان نمزح نقول له فناجين، اليوم طالب يقول لك آيفون وآيباد كل ما المعدل يا سيدي سيدي مش مشكلة بس مش جوال تطور اليوم، صار كل ما صار المعدل أعلى صار الجهاز أفضل وتقنياته أعلى. ولكن أنا بالنهاية باعتقادي الشخصي أنا بسلم أداة تدمير لابني من حيث لا أحتسب. إذا ما كان ابني مؤهل، يعني كلمة مؤهل، أنا عندي بنتي صف تاسع بسألني طب ليه دكتور ما حاش منتك جوال؟ قلت له زي أبوه، يعني مين أحسن؟ أقول له إحنا زي بعض، أنا سنة ثانية جامعة إن شاء الله أحسن ولد ربنا يستر الأمور. طبعا طب بيعرفش تتعامل على الأجهزة؟ بتعرفش تتعامل على الأجهزة، ولكن في مراقبة في متابعة. الموضوع مش مزح إني والله بدي أتزين، إحنا مجتمعاتنا بدي أتزين في أبناء أمام المجتمع ونقدم معلومات. على فكرة بس هيك ملاحظة في الإحصاء، حتى الأرقام اللي بنتحدث فيها أنا بعتقد إن الأرقام لسه أكبر من هيك، لأنه مش كل الناس أفصحت عن كل معلوماتها في موضوع الأجهزة. ممكن. لأنه أنت بقراءة بسيطة واقعية كل بيت فيه مش أقل من 6 أجهزة، ما هو الواحد مع 3 أجهزة غير هذول النايمات. صحيح. فكمان صحيح. الموضوع أكبر من ذلك، لكن بدنا ننتبه له. نعم دكتور، كم هذا الحكي لعب دور بأنه أصلاً الـ 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 الشركات اللي بتصنع التطبيقات على الأجهزة الذكية حاولت إنها كمان تستغل هذا الموضوع؟ يعني إحنا أحياناً بنشوف خالد مشاهدينا بنشوف بعض التطبيقات على هاي الأجهزة بتستغل الأطفال، ممكن بتعطيهم عادات سلبية غلط أو بتعلمهم سلوكيات خاطئة، وبالتالي هون الطفل هو إحنا بنحكي بسن عم يربى لسه يعني، فما بالك انه تاثير هذا الحكي على الموضوع خطير جدا. خلينا نخوف الناس شوي مشان بلكي يصحوا. خلينا نروح على الحوت الازرق هذا ولعبه مريم. الحوت الازرق ولعبه مريم والالعاب اللي الان موجوده الالكترونيه بين ايدي الاطفال. اولا نتحدث عن موضوع التطبيقات حتى نكون دقيقين. موضوع التطبيقات الشركات بتلعب فيه لعب خطير جدا. الانسان الان مكشوف، انت الان بيتك مكشوف، عوراتك مكشوفه، كل صورك مفتوحه وموجوده، واي حد بيقدر يخترق، اي حد بيقدر يخترقها. انا الان جهازي لو كل عليه الباسورد سيتم اختراقه، ما في شيء مخبى اليوم، ما في شيء مخبى، وهذه قناعة حطوها براسكم كل البشر، ما في شيء مخبى، انت مكشوف. لو بتحط جوالك بتحطه تحت 150 مخدة وتخبيه في 50 خزنة انت مكشوف، فما تضعه على جوالك او ما تضعه على جهاز اللابتوب لك هو مكشوف. بما انك انت شبكت على شبكة عنكبوتية انت هالموضوع انت مكشوف. هذه نقطة رئيسية وما بنضل نبلغ فيها، نبلغ فيها في تقارير اليوم عالمية تحدث عن الموضوع. الاخطر من ذلك التطبيقات اللي تفضلت فيها، هي نوعين في تطبيقات، وخلينا نوعي شوي شبابنا الفلسطيني، تطبيقات بتم وضعها على اجهزة مواقع التواصل الاجتماعي، قديش عمرك، كيف رح تصير شيخ، كيف لما تكبر، هذه التطبيقات تجسس ويتم بيع معلوماتك لمؤسسات اخرى وشركات عالميه، وايضا صفائح الفيسبوك بناء عليها فيما يتعلق يتم الابتزاز. انا اعرف رجال اعمال تم هروبهم من هذا البلد لانه في النهايه وقع ضحيه. انا بعرف طلاب حاولوا محاول، احنا الان بنخاف، واخواننا في الشرطه بيعرفوا هذا الكلام، لكن لانه ما بيقدروا يحكوا عنه لظروف الوضع الامني ولا ظروف التماسك المجتمع والنسيج، انه انت الان بتصير عندنا حالات انتحار لانه بتم ابتزاز ابناء. مثال حتى الناس تصحى شوي، ابن شاب مراهق 16 سنة، بحكي قصص نعرفها، 16 سنة بدخل على موقع تواصل اجتماعي بتعرف على صبية، كيف حالك، انت حلو مش حلو، بتطلب منه الآن منظر معين بتم تصويره، بيكتشف انه هذا المشهد اللي شافه لواحدة بس هيك تمويه صورة، والآن وقع ضحية خلية ابتزاز، وبتم الآن
تشويه صورته ممكن ننزل هذه الصور وممكن نعمل، سيكون عنده ثلاث خيارات، إما أن يكون يقبل ما يطلبون منه، وإما أن يرفض وهذا سيتأدى أنه سيتم كشفه وسيتم أيضا إهانته، وإما سيذهب إلى حالة الانتحار أو محاولة الانتحار. وإحنا في محالات بتحاول هذه المحاولات، وهذا كلام خطير جدا، فموضوع مش مزح. يعني إحنا الآن نسلم هاي الأداة لأولاد، مش هنك دائما إحنا نقول أكثر حدا بيحميك إمك وأبوك والشرطة. والشرطة الفلسطينية اليوم باتت على دراية وعلم وقدرة ومعرفة وكمان سرية في حماية أبنائنا، وأنا مطلع على هذه الجوانب صراحة، وعندنا كثير من القصص اللي تم يعني وقاية وحماية أبنائنا، فما نكون ضحايا لهذا الجزء. جزء الألعاب الذكية الموجودة واللي هي بتخترق الحوت الأزرق من أخطر الألعاب، هو لعبة مريم، لأنه الناس ما بتنتبه لها قاعدين، وفي ناس ما بيعرف إنه ابنه بيلعب على هاي اللعبة. فكرة الحوت الأزرق ولعبة مريم إنه بتبدأ معهم مرحلة مرحلة في اعتداء على جسدك وإثبات صور، وفي النهاية بصير يتم ابتزازك في الحوت الأزرق. يعني هو إيش بصير مع الطفل؟ إنه أنت أعمل هذا الموقف، صور حالك، ما بدك بدك تنسحب، من صورناك وانت عاري، صورناك وانت صورت والدتك، صورناك وانت عامل كذا، فصار الان يتدرج في الانزلاق معهم حتى يتم الانتحار. احنا فلسطينيين في عندنا حاله او حالتين وقعت ضحايا لهذا الموضوع، ما بنقدر نحكي اسماء الحالات ولا اسماء المدن، ولكن وقعت، فالامر خطير جدا. الموضوع بتطلب من الاهل، ومش معناته الان، وهي مهمه يا خالد، انه هلا الاب اللي بسمعنا واللي انت تسمعنا يهجم على الاجهزه. لا ما غلط برضه، يعني تهجم على الاجهزه تحاول نرجع على النوموفوبيا، الاولاد ما راح يردوا عليك يا حبيبي، ما انت صار لك 3 سنين و5 سنين و4 سنين معطيه الجهاز ومفرحه فيه وناسي حضرتك حالك، فسمعت والله الدكتور بشرط وهجمت على الاولاد بدوا علي. لا، المفروض انه يكون عندك الوعي والادراك وتبدا تحمي اولادك، لانه شر لابد منه، بس قديش انت بتكون عندك اليات الحمايه. نعم. طيب دكتور بصراحه، طيب هلا احنا ماشي في جانب سلبي وجانب ايجابي وفي عنا اهداف والى ما ذلك، احنا اوكي ما اتفقنا انه كنا مع التكنولوجيا وبدنا اياها، شو اللي ما بيخلينا نروح للتكنولوجيا؟ هل انه مثلا البيئة المجتمعية، البيئة الدراسية ما بتخليني اني ابدع انا اكثر اساسا اسوق؟ طب صاحب المحل ما هو حاليا هلا اوكي صحي على حاله، بلش يسوق على الفيسبوك، المراكز، الشركات، الاشخاص اللي عندهم صاروا يعملوا ويب سايتات والى ما ذلك، ليش هون ما في دافعية أكثر في هذا الاتجاه؟ هلا خلينا نقول الموضوع تربوي أكثر، خلينا نقول أنت تفضلت التعليم، وزارة التعليم عندها اتجاه نحو تعزيز التعليم في التكنولوجيا، لكن لسه الأمور أبطأ ما بدنا، يعني إحنا نحتاج أن يكون أفضل من ذلك، لأن موضوع التكنولوجيا ليس سهلا، يعني عشان نكون الدافع بالاتجاه الإيجابي اللي بدنا إياه أو المعرفي إحنا نحتاجه، لأنه كم نوظف التكنولوجيا في استخداماتها الصحيحة كم يعود علينا بالخير، وإحنا كثير إلنا من شبابنا وشاباتنا الرائعات والرائعين اللي قدروا يتجاوزوا مراحل ويقدموا مبادرات جميلة، لكن هذه المبادرات بحاجة للدعم. إحنا فلسطينيين على فكرة عندنا مسابقة عالمية راح نشارك فيها فلسطين، راح تنافس دول العالم في تطبيقات تكنولوجيا، إحنا عندنا اليوم طلابنا بيقدموا افكار غير عاديه، لكن ما زالت دون المستوى المطلوب. يعني احنا بدنا الان كل المدارس تدخل بهذا العالم، انا اللي بدنا اياه انه هذا الجهاز اللي بين ايدينا اولادنا نحسن كتربويين كمدارس كاباء، نحسن توظيفه بما ينفع ابنائنا. كيف ممكن يكون؟ من خلال التعليم، من خلال المبادرات، من خلال الافكار الابداعيه الخلاقه، من خلال التسويق زي ما تفضلت، من خلال انه يحول هاي الافكار لمال، من خلال انه كيف يستخدم هذا الموضوع بما ينفع، لانه احنا في النهايه ما بزبط اني ما استخدم تكنولوجيا انه انا لن اكون باحثا ولا دكتور ولا اعلامي او غيره ما لم استخدم هذه التطبيقات. وشان قلنا توظيف التطبيقات بما يعود علينا هو الصح، على ان يكون لدينا شروط، على أن لدينا وقاية. ونحكي بصراحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لما يكون ابني عنده الفراغ الكبير اللي مش موظف بالشكل السليم أكيد سيكون مفسدة، لكن لما تلاقي الطالب أو الطالبة إنه كل تعليمه أو دراسته وفق التكنولوجيا وفي متابعة لهم وفي مراقبة مش تجسس، أنا ضد التجسس من الآباء، خصوصية المراقبة، إنه قديش أنت بتفتح المساحة الجميلة. أنا بارح كان صديقي أحد الأطباء الرائعين بيقول لي أنا ابني لما يكون معي صادق لو خرب الدنيا بسامحه، بس يكذب معي بشغله بسيطه جدا هون بعاقبه، وهذا اعطاء ساحه الامان، لانه احنا في النهايه لازم نحمي اولادنا. اعطي ابنك قديش بدك ساحه امان، راقبه ووجهه وخليه يغلط، مو لازم يغلط، لكن في الغلط توجيه ومسامحه وبعدين انت بتعدل سلوكه. نعم. طيب دكتور بدي اروح لجمله ما هو الكل هيك،
والكل معاه والكل بيمشي بهالنمط وعادي. هاي الجملة قديش صارت هي مبرر كتير سهل على اللسان وصارت بتبيح كل إشي في حياتنا. شكرا. يعني هو البرمجة زي مرات لما تيجي تقول له زي اقرأ فيش وقت ليش مشتغل والله ما مزنوقين، طب ليه مش عم بتعرفي. احنا كثرة المبررات في اللاواعي وهذه برمجة سلبية للأسف الشديد. جزء منها قضية ما هو كل الناس هيك، يعني شو عاد ما بدا، يعني هلا افطنتوا، لا احنا فاطين زمان بس انتوا هلا صحيتوا. هذا الفرق بيننا، بيننا وبين المتلقين، انه في ناس ما بصحى للاسف الا بالكف، وفي ناس ما بصحى الا بالالم، وفي ناس ما بصحى الا بالكلمه، وفي ناس صاحي من الاول لانه عنده الوعي. وهذا اصناف الناس. المطلوب اليوم يكون عندنا الوعي والادراك، المطلوب اليوم ندير الموضوع بذكاء، ندير الموضوع وكمان بتواصل صحيح. احنا ليش بنطلع اليوم في برنامج ونوعي الناس مرة ثانية؟ مش مشان نهجم على أولادنا، مش عشان نسحب الجوالات، وهي مش الأداة الصحيحة في السليمة. أنت الآن صرت معطيها هذا الأمر، بس شيء الآليات اللي أنت بتتبع فيها. لما تكون عندنا الأم ما بتعرف تتعامل مع التطبيقات، أو الأب عنده أمية في موضوع التكنولوجيا، أكيد ابنه سيكون ضحية لمخاطر التكنولوجيا. وهي الإشكالية. لما يكون عنده الأمية، طب يعني شو أعمل؟ آخذ دورة، آخذ دورة. واليوم التكنولوجيا، اليوم هو اليوتيوب وغيرها من المواقع وفرت لك مجانا دورات ولقاءات وورشات وفيديوهات تعلمك. صحيح. فانت روح احضر هذا الاشي، ما يكون عندك الامية حتى ما تدفع ثمنها في اولادك، وهذا الاخطر. يعني بالتأكيد مشاهدينا الاعزاء من هذا الخطر يجب تعزيز الحذر بالتأكيد لنا ولكم لعائلاتنا لكل اطفالنا. مش غلط نتعلم بالتكنولوجيا ونتعرف فيها ونلحق هذا الرقب المتسارع جدا يوم بعد يوم. يعني هلا شكل وبعد ساعة شكل، بس على الاقل انه نكون حذرين وعارفين نتعاطى في هذه التفاصيل. احنا اكيد بنشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد بشارات خبير التنمية البشرية، وشكرا راما، وشكرا عمر قاعدين حاليا في غرفة البث. تحياتنا لكم، نورين يا أشاوس. السلام عليكم، معكم الدكتور محمد بشارات. اذا عجبكم هذا الفيديو لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب، واتمنى ان نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.